والزكاة، الزكاة الذي لا مال له يزكي، لا يزكي، فيزكي أغنياؤنا هم الذين يزكون. هذه زكاة تعود إلى من؟ تعود إلى فقرائنا. ولذا في حديث معاذ لما أرسله النبي إلى اليمني قال وأخبرهم أن الله فرض صدقة على أغنيائهم تعود في فقرائهم. وربي يحب العبد الغني الشاكر، ليس مش تاع الطلبة، محيو هذا الهم الذي ابتلينا به، ليس مش تاع الطلابين والباس المقطع والبليغة في الشتاء والبرد والصرصار، لا ما هذا هو الإسلام. قلت الإيمان من؟ لا لا لا، الإيمان وأنا ألبس الشيء الجميل والجديد ونلبس حذاء ما شاء الله، وإن الله جميل يحب الجمال، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فكما أننا نأتي إلى المسجد نذهب إلى العمل، سبحان الله، وكما أننا نجلس إلى الدرس نذهب إلى كسب الحلال. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحتى الكلمة شوف الناس يقولوا خلنا منه ذاك الطلاب، ما طلاب مذموم. وبعض من الناس تقول له وش بيك تشوف خلاص اروح غدو ان شاء الله تبدا تخدم. لا ماشي يسم، لانه والف في الطلبه، والف في التسول، والف في مد يدو الناس تعطي له، كي تحكمه تغلق تقول له خلاص ابشر الله يبارك انت كبير وصحه وعافيه غدوه بحول الله تبدا. ماشي اسمع انا ولهذا النبي وش قال؟ قال ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتين، مش هذا هو المسكين، المسكين الذي لا يتفطن له ولا يؤبه بحاله. خاص المسكين عنده ماهوش لاحق، واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينه وخدامين، وقال عليهم ربي واش مساكين. المسكين هذا ويجبد بصح ماهوش لاحق اعطي له، وهذاك اللي والف ما تعطيلوش، والف له اعطي للخدام ابو العيال، ابو العيال خدام وماهوش لاحق، وينوض على 5 تاع الصباح باش ما يفوتوش القطار، ويقطع 30 كيلومتر 40 كيلومتر يوميا، وفي العشوة يروح لولاده وما هوش لاحق، عنده أجرة ما هوش لاحق، مسكين أعطيله عاونه. هذاك اللي راه تعطيله تولفه، وكي والف عباك الحلو بنين ومن بعد يلقى شيء، شكون نعاونه احنا من؟ ما كاش الخدمة، لا كاين الخدمة، مشات هذه مشات برا ضربونا كاش الخدمة، كاين نعرف الناس أئمة وهم يقراوا العلم كانوا يغسلوا في الكيسان وهم يطلبوا في العلم، ونعرف أئمة ومشايخ يطلبوا في العلم ويبيعوا في الخبز، والصباح يروحوا للسوق يشريوا سروال يشري ب10,000 يبيعوا ب15,000 وهو طالب في الجامعة. كاش الخدمة ما كانش كامل مغلوقة، ما كانش خلاص ما كان، ممكن واحد ما لقاش ممكن، لكن كل ما كانش هذه مصيبة، ما كاش بصح نكونوا عالة على الغير وهي رايحة. لئن يحتطبن أحدكم الحزمة من الحطب فيأتي بها إلى السوق يبيعها ويجيب هذاك النصيب ويسد بها الجوع نتاعو خير له من أن يسأل الناس بك. هذه مذلة وإهانة، شوف مذلة وإهانة، يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولهذا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تحرك 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 كملت الصلاة
جبت النافلة سمعت الدرس يلا شوف في مناكبها وكل من رزقه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا يسعنا الحال أننا حضرت هكذا موضوع شوية مهم. الخطبة الجاية إن شاء الله ربي يحيينا نكملوا ما تبقى من عناصر لهذا الموضوع. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. ربي سدد خطانا وثبت أقدامنا واختم بالصالحات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين.